اعتقلت قوة الاحتلال الاسرائيلي 30 فلسطينيا على الاقل من الضفه الغربيه بالاضافه الى اسرى سابقين وعدد من عمال غزه اثناء وجودهم في مدينه رام الله اوضحت هيئه شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير ان عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس ورام الله وأضافت الهيئة أيضا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.